جديد افتتح نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المقر الرئيسي لبرنامج 42 عمان، أحد برامج مؤسسة ولي العهد المتخصص في علوم الحاسوب والبرمجة، والذي أطلق في شهر شباط الماضي. ويهدف البرنامج التدريبي المجاني إلى تنمية جيل من المبرمجين من خلال التعلم التشاركي القائم على المشاريع دون الحاجة إلى مدرسين أو حتى محاضرات. سنتحدث مشاهدينا حول هذا البرنامج مع مديرة برنامج عمان 42 تينا سويس. أهلا وسهلا بك معنا، صباح الخير لك ستينا. نود أن نتعرف من خلالك بشكل مفصل حول هذا البرنامج الذي تم افتتاحه من قبل سمو ولي العهد يوم الأمس. أولا شكرا على استضافتنا. أهلا وسهلا. برنامج 42 عمان هو برنامج مبتكر بيقدم برامج بالترجم بالبرمجة لكافة الأعمار من عمر 18 لعمر 60 سنة. فهو برنامج ما بيشبه كثير من البرامج الموجودة عندنا، لأنه حتى بطريقة تعليمه هو غير تقليدي أبداً. ما فيه مدرسين زي ما حكيت، ما فيه غرف صفية، ما فيه رسوم، وأهم واحدة أنه ما فيه متطلبات مسبقة لأنه الطالب يتقدم لهذا البرنامج، من ناحية أنه يكون في عنده خلفية بالتكنولوجيا، فهو بتقبل طلاب من مختلف، من شتى الخلفيات العلمية، أو حتى لو أنه ما تعلم أبداً. فهو برنامج فرصة للكل، بيجمع الكل، بتميز بأنه كتير بيعتمد على التعلم التشاركي، ورح نحكي بالتفصيل على هاي الحيثية. ماذا نقصد في عملية التعلم التشاركي؟ التعلم التشاركي بحب أحكيها أنه هو لأنه ما في مدرسين، الطلاب بيكونوا موجودين بمختبرات الحاسوب بنفس البيئة العملية اللي رح يشتغلوا فيها. التعلم التشاركي الطالب بتعلم من الشخص اللي جنبه، وأفسر لك إياها بطريقة أبسط. لأنه البرنامج باخد طلاب من مختلف الخبرات، مختلف الفئات العمرية. أنت لما تدخل تتعلم، مش لما تدخل على برنامج تقليدي بالجامعة، كل الناس اللي بيكونوا معك بيكونوا عمرهم 18 سنة، فتفكيرهم وخلفيتهم وتعليمهم بيشبه بعض. بينما لما يكون في عندك ناس بتشتغل، ناس قطعت مثلاً عمرها 30 سنة أوريدي اشتغلت في مجال، ناس عندها خلفية بالبرمجة، فأنت لما تتعلم من الشخص اللي جنبك، في ناس عندها خلفيات مختلفة بتعلم بعض وبتحفز بعض على انها تتعلم، هذا هو التعلم التشاركي. بما يتعلق في الاشخاص، ممكن اللي ما عندهم خلفيه زي ما تفضلتي بشكل مطلق عن البرمجه واشترك في هذا البرنامج لكي يكون ملم في عمليه البرمجه، قد يقول البعض بانه يجب ان يكون هناك موجه لكي يعني يضع النقاط على الحروف باسلوب وطريقه عمليه وعلميه بذات الوقت. هذا البرنامج كونه بيعتمد على يعني انت تدور على الشخص اللي بيحب البرمجه، اللي عنده موهبه البرمجه. اول ما الطالب يقدم، هو بيقدم بلعبه بيلعبها اونلاين، هاي بتقيس مستوى ذكائه، قدرته على التعلم، يعني قدرته على الذاكره والمنطق، وهاي بتكون اول يعني خلينا نحكي اول خطوه في التقديم. فلما اي واحد بيقدم وبيخضع لهاي خلينا نحكي التقييم الاولي، انت بالاول بتشوف اذا هذا الشخص عن جد بيروح للبرمجه ولا لا، وبعدين بيروح على فتره 25 يوم، احنا بنسميها مرحله التقييم بالفرنسي لانه برنامج فرنسي عالمي اسمها البيسين. هاي المرحله الطالب مفروض انه يجتاز الاربع اسابيع هدول، بتفاعل مع اللي حواليه، بيشتغل مشاريع، ببلش دغري يتعلم بلغه السي، وبقدر يعرف اذا هذا البرنامج له ولا لا. كمان إشي كتير حلو بهذا البرنامج كمان بيميزه عن غيره، إنه هو كل طريقة التعلم مستوحاة من الألعاب، فأنت بدخل الطالب في تنافس، في شغف، بيضله يلعب، يعني زي لما تلعب جيم بتضلك بتحاول تحاول تحاول لحديت ما تجتاز المرحلة، فمستوحى من هاي الطريقة. ليه؟ عشان يخلي الطالب هو عنده التعلم الذاتي، التفكير الذاتي، يتعاون مع اللي حواليه عشان ينجز هاي المرحلة. طيب في أي جانب من البرمجة أم بشكل عام سيكون هذا البرنامج؟
هلا البرنامج احنا بنبلش البرمجة علم واسع ويعني شامل مختلف المجالات يمكن طبعا زي ما حكيت لك، لانه هو بيجمع ناس من مختلف الخلفيات، يعني ممكن ناس اللي ما عندها باك جراوند بالبرمجة. بنبلش بلغة السي، بنبلش بلغة السي لانه هي يعني الأساسية في تعليم البرمجة. بعديها بس يتمكن من لغة السي، كل لغات البرمجة بعديها بصير يتخصص فيها بمجالات مختلفة. طيب ما يتعلق في شروط التقدم، إذا أشخاص اليوم حابين أن يتقدموا إلى هذا البرنامج، وذكرت يمكن ما في شروط أو حتى معايير يجب أن تنطبق على الأشخاص، أبرز الطرق والأساليب اللي ممكن يتقدم من خلالها المشترك. لأنه ما في شروط مسبقة بالتقديم غير أنك تجتاز الامتحان الأولي والمرحلة اللي بعديها الـ 25 يوم. ما بنطلب من الطالب ولا إشي غير إثبات شخصية، يعني أنت هذا البرنامج بيخلق فرصة حقيقية لأنه بشيل كل المعيقات لأنك تدخل في هذا المجال. يعني الشخص ممكن هلأ خلص توجيهي، ممكن مجاله عندنا قصص، يعني ممكن حدا مجاله بالحقوق مش حاب شغلة الحقوق، درسها واشتغل فيها وتخصص فيها وبعد ما اشتغل حس انه مش هاي الشغلة إلي، فهو ممكن يعمل كارير شيفت، يغير مسار عمله. في عندنا كمان الناس اللي ممكن انها مثلا للستات اللي درست وبعدين تجوزت وصار عندها اولاد وبدها ترجع لسوق العمل، فنحن ما بنيجي بنطلب وين خبرتك، وين شهاداتك، وين هذا، وخصوصا انه البرنامج تعلم فيه كثير مرن. جميل. يعني البرنامج بالأوقات. الأوقات طبعا نحكي في تفاصيل الأوقات بشكل أكثر، لأنه يمكن زي ما ذكرتي ممكن بعض الناس اللي بحبوا يعني ينضموا إلى هذه الدورات قد يكون يعني رب أسرة، ربت أسرة، أو عامل أو مرتبط بوظيفة معينة. مدى المرونة في أوقات البرنامج لكي يناسب كل الفئات؟ مرونة البرنامج وكونه أنه إحنا مقرنا بعمان بيفتح 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع، بخلي الطالب اللي عنده شغف بالبرمجة ما عنده ولا عذر، بيجي على المركز، مفتوح المركز 24 ساعة. يعني أنا حتى الساعة 3 وجه الصبح بلاقي الناس اللي عن جد عندها شغف عمالها عم تدرس مع بعض الساعة 7 الصبح. زي ما تفضلت، اللي بدرس، اللي بيشتغل، اللي بده يعمل شركته الخاصة وبده كمان يتدرب بالبرمجة، اللي عنده ظروف خاصة، اللي لساته على مقعد دراسي مثلاً بمركز أو بجامعة أخرى. هاي هي الخاصيات اللي بتدور على المبرمج اللي كمان عنده إدارة الوقت اللي عنده، يعني هو شخص بيعرف يدير وقته، شخص عنده الطموح. فعشان هيك برنامج 42 عمان كل اللي خرجهم على مدار السنين من ال 54 مقر في العالم 50,000، ال 50,000 توظيفهم 100%. انا بدي احكي عن عملية التوظيف، والى اي مدى هذه النوعية من البرامج انه تخلق فرص عمل لدى هؤلاء الشباب بالمعرفة الكافية لما تنتهي الدورة. بمعنى اخر، لما تنتهي الدورة هل الشاب يكون قادر على العمل في مجال البرمجة؟ طبعا. هلا خلينا نحكي كثير، في من المميزات في هذا البرنامج هي مش بس بتشتغل على الجانب التقني في البرمجة، زي ما حكينا التعلم التشاركي بيركز على الشيء اللي بنحب نسميه أنسنة التكنولوجيا، هيومنايزنج تكنولوجي، انه انت كمان بتركز على المهارات الشخصية والتفاعلية والكوميونيكيشن وإدارة الوقت، حل المشكلات، بحث عن حل المشروع ومشكلة المشروع الأساسية عن طريق التعاون. يعني هاي الأشياء كلياتها من لما يدخل الطالب لحديت ما يخلص البرنامج بيكون كمان اشتغل على حلول لمشاريع لشركات عالمية وداخلية عنا. هاي المشاريع مربوطة بسوق العمل هلأ، فأنت وهو عم بدرس عم بياخد الخبرة العملية، مش لسه بده يدرس ويتدرب وبعدين ياخد الخبرة العملية. كمان جزئية إنه الطالب كمان لما يجتاز مراحل معينة بهذا البرنامج إحنا منوفر لهم فرص تدريب مدفوعة كمان من الشركاء اللي بيشغلوهم، اللي هم خلينا نحكيها زي بالعربي بدوروا عليهم دوارة، لأنه أنت صار عندك مبرمج متكامل عنده الباك جراوند التقنية، عنده المهارات الشخصية، وعنده القدرة إنه يربط التكنولوجيا
بمشكلات إنسانية ومشكلات عملية في الوقت الحالي. طيب مدة هذا البرنامج كم هي؟ وهل ترين بأن هذه المدة كافية في علم واسع وشامل كعلم البرمجة لكي يخرج هذا الجيل أو هؤلاء المشتركين بهذه الصفات اللي ذكرتيها، يعني القدرة على الانخراط بشكل مباشر في سوق العمل، لأنه هو بالنهاية مبرمج كما ذكرتي متكامل وكامل؟ طبعا هي الفترة الزمنية فترة بتنمي كل هاي القدرات بفترة من 8 إلى 18 شهر. وليش من 8 إلى 18 شهر؟ زي ما حكينا لأنه البرنامج مرن وبيفتح 24 ساعة، فبعطي القدرة للطالب أنه هو حر، هو بحب يخلص بكير ولا بحب ياخذ وقته إذا عنده أشياء تانية. فمدة البرنامج الأولية هي 18 شهر. من 18 شهر هاي كمان فيها فترة التدريب. بعد ما يخلص 18 شهر هاي فترة التدريب اللي هي مع الشركاء؟ لا، فترة التدريب اللي هي يعني هو خلص البرنامج، خلص المنهاج الأساسي، بعدين بدخل في فترة التدريب. فترة التدريب من 4 إلى 6 شهور. فترة التدريب هي كمان اللي معظم الطلاب بس يخلصوا فترة التدريب، هم خلص أخذوا شغلهم. ولكن البرنامج بعطيك ميزة تانية إنه أنت كمان ممكن تتخصص بزيادة. يعني إذا أنت بعد البرمجة بتحب تتخصص مثلا بالذكاء الصناعي، بتحب تتخصص بالسايبر سيكوريتي، بتحب تشتغل بالفرونت أند ديفلوبمنت، ممكن كمان تتخصص بكل هاي المجالات مع بعض. فأنت بتصير الشخص اللي فيه كتير شركات بتدور على هذا الشخص اللي بيحل محل 3-4 أشخاص. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، نتمنى لكم التوفيق. وأيضا من ضمن الخطط المستقبلية سريعا، هناك توسع في هذا البرنامج في أقاليم عدة من المملكة وليس فقط حصرا على العاصمة عمان وفي إقليم الشمال على وجه الخصوص. نعم، إحنا الحمد لله بتوجيهات سيدي سمو ولي العهد لما وفرنا هاي الفرصة العالمية للطلاب عندنا بالأردن صار عندنا إقبال كتير منيح يعني على تقديم لهذا البرنامج. يعني إحنا اليوم مقدم عندنا من مختلف محافظات المملكة تقريبا 5500 طلب تقديم. جميل. هدول الطلبات إحنا طلعنا على الأرقام ومن وين هدول الشباب من المحافظات. نعم. لأنه عندنا في عندنا إقبال من محافظات الشمال، وبتوجيهات سيدي حسين قررنا إنه نتوسع للشمال ونعمل نفس المقر اللي بعمان بس بإربد. أكيد نتمنى لكم التوفيق. مديرة برنامج عمان 42 تينا سويس، شكرا.